لقراءة هذه التطورات السياسية وأيضا العسكرية من هنا من الميدان. ينضم إلينا من القاهرة أمين عام مجلس المقاومة التهامية محمد أمين عمر، ومن الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي محمد الدبيبان. أبدأ معك ضيفي من القاهرة سيد محمد أمين عمر، أمين عام مجلس المقاومة التهامية. ما الذي تصلكم من معلومات ملامح المعركة في ظل مشاركة المقاومة التهامية في مسار المعارك عن قرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول النبي التهامي. الآن المعلومات التي تدور أن الحوثي في حالة نفسية سيئة متردية إلى بعد الحدود، يحاول أن يغلق على نفسه، ونقول أن الحوثي يشد الخناق على نفسه بنفسه. الآن عمليات التحالف تسير على وتيرة تعتمد مبدأ الترقب، وأعتقد أنها مرتبطة بالعمليات السياسية التي تدور الآن في صنعاء بين المندوب الأممي والقوى الفارضة سيطرتها بأمر الواقع في صنعاء. ولكن الكل كان يتنبأ بفشل هذه المحاولات على خلفية سابقة بالعقلية والذهنية التي تقود هذه المناطق المتمثلة في القيادة الحوثية. هؤلاء لا يعون الأضرار والمخاطر التي قد تحدق بالمجتمع التهامي نتيجة تمسكهم بمنطقة لا يقبلون بهم أبناء تهامة. فنظن أن الآن العملية تسير في إطار فرض طوق على مدينة الحديدة ووضع الحوثيين بين كماشة كاملة. من الأفضل للحوثيين حاليا أن يأخذوا طريق الشمال ويخرجوا من مدينة الحديدة إلى عبر الطرق التهامية إلى معاقلهم في صعدة وفي حجة. أما استمرارا في مدينة الحديدة فيعني أنهم يحكمون على أنفسهم بالموت وبنهاية حتمية، لأن المقاومة الوطنية متمثلة في المقاومة الجنوبية والمقاومة التهامية قد عزموا الأمر على تطهير هذه المدينة من هذا الرجس، وأتوقع أن تكون الأيام القادمة كفيلة بإحداث تنبئ بانتصارات جديدة، فيما لو تعامل التحالف بنوع من الانفتاح مع القوى الكامنة في مدينة الحديدة. هناك قوى كامنة، ولكن يبدو أن لا يوجد إلى الآن. نحن بحاجة بصورة مباشرة إلى غرفة عمليات عالية المستوى تحرك القوى الكامنة في مدينة الحديدة. أما أن نطلب من القوى التهامية في هذه العاصمة المكتظة بالسكان أن يتحركوا بدون رؤية ستكون إلى حد ما صعبة، إن لم تكن مستحيلة. فارق القوة سيد القبيبان، وأيضا وأنت مختص في سلاح الجو، يعني سلاح الجو الذي يقدم الدعم، التحالف الذي يقدم الدعم لهذه القوات، إلى أي درجة يحقق فارق أصلا في ظل وجود تعزيزات كبيرة للقوات المشتركة؟ أهلا وسهلا فيك أستاذ فيصل والضيف الكريم. أكيد أنه القوات الجوية بدعمها سواء بالدرونز أو سواء بطائرات الأباتشي أو حتى بالطائرات المقاتلة راح تعمل فارق كبير، وهذا ما عملته سابقا. وأنا أعتقد أنه هذه الحشود وهذه الترسانة العسكرية التي أرسلت إلى مشارف مدينة الحديدة لولا الله سبحانه وتعالى ثم الدعم الجوي لما استطاعت أن تصل بهذه السلاسة وبهذا الأمن. يعني نحن نرى الآن تحركات، أي نعم في نوع من الخطر، ولكن باعتقادي بأن الصواريخ بعيدة المدى، خلينا نتكلم على متوسطة المدى، تم تحييدها، تم تحييد المدفعية بعيدة المدى، ذلك باقتناصها إما بالطائرات العمودية أو بالطائرات المقاتلة. العمليات الاستطلاعية لعبت دور كبير، عمليات استطلاعية جوية، حيث يعني رأينا بأنه الحشد أو قوات، خلينا نقول المقاومة، وأنا ودي أسميها القوات الوطنية لأنهم جميعا يعملون تحت مسمى وطن واحد، القوات المشتركة بهذا الحشد وبمختلف المحاور لم تتجه ولم تذهب إلى هنالك، إلا أن هنالك استطلاع جوي
آمن وقد قامت به قوات التحالف ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية وكذلك القوات الجوية الإماراتية، فهي راح تلعب دور كبير. وما أعتقد أنا شخصيا وما نستشرف في المستقبل بأنه إن شاء الله لن يكون هنالك حاجة كبيرة لاستخدام هذه القوات كعمليات تطهير أو كعمليات لمواجهة الحوثي. ليش؟ لأنه أنا أعتقد أنه بالعمليات الجوية عندما يخرج الحوثي وجنوده للمواجهة هتلعب القوات الجوية دور كبير في عمليات الاستناد الجوي القريب. كذلك يجب أن لا ننسى أن هنالك قوات بحرية ونحن بجوار الساحل، حيكون هنالك احتمال عمليات إبرار ولو أنها صعبة نوعا ما، ولكن أتوقع القوات البحرية جاهزة لهذه العملية. نحن أمام عملية العالم أجمع ينظر لها، العالم أجمع يراقب المشهد عن حذر، وهي الآن تحدي كبير لقوات التحالف بالالتزام ب خلينا نقول لك أسس عمليات القتال، ألا وهو أسس أو وأحد الأسس وهو الاقتصاد في القوة، بمعنى أنه لا يكون هنالك إفراط في استخدام القوة، ولكن إذا دعت الحاجة نحن لها. الآن ما يحاول الحوثي أن يفعل هو أن يجر زي ما ذكرت حضرتك في بداية الحديث قوات المقاومة والقوات المشتركة إلى عمليات داخل المناطق الآهلة بالسكان، ولكني أنا أعتقد أنه لدينا من القيادات ومن الكفاءات العسكرية التي لن تنطلي عليها مثل هذا النوع من العسكريات. نرجع إلى موضوع أخير بس فقط من هذا ما أكدت قبل أن أعود إليك في هذا النقطة سيد قبيبان، يعني ما قالته مصادر ثم نعود لنقاش النقاط التي ذكرتها. قالت مصادر ميدانية يمنية إن ميليشيات الحوثي تحتجز مدنيين في محافظة الحديدة، وأشارت المصادر إلى أن المتمردين يتخذون من المحتجزين دروعا بشرية فضلا عن منع النساء والأطفال من الخروج، وحولت ميليشيات الحوثي مزارع الحديدة لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة. شتان بين من يكترث لحياة اليمنيين ومن يسلط قبضة الموت عليهم من كل صوب. فأمام التقدم المهم الذي تحرزه القوات اليمنية المشتركة والتحالف العربي في معركة تحرير الحديدة، يزيد غليل المتمردين فيتخذون المدنيين دروعا بشرية. وفقا لمصادر ميدانية، تحتجز ميليشيات الحوثي الموالية لإيران عددا من ملاك المزارع في محافظة الحديدة بعد أن حولت مزارعهم لثكنات عسكرية ومخازن للأسلحة. وغير آبهة بحياة المدنيين وكدأبها، تدجج ميليشيات الحوثي مسارح هزيمتها بالمفخخات والألغام قبل أن تدحر. وفي أبشع استغلال لمقدرات اليمنيين، كرست الميليشيات الحوثية كل جهودها لإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية، وحولت ميناءها الذي يعد شريان الحياة لأكثر من 8 ملايين يمني إلى خط تتلقى عبره الأسلحة الإيرانية وتمول من خلاله أنشطتها الإرهابية. ولم تفلح جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفريت هذه المرة أيضا في إقناع الحوثيين بتسليم مدينة الحديدة للحكومة الشرعية وتخليص المدنيين من المعاناة، بل وبكل تعنت استبق المتمردون زيارة جريفريت إلى صنعاء بتصريحات تنعي أي مبادرة حتى قبل ولادتها. في المقابل يمضي التحالف العربي في معركة تحرير الحديدة وفق نهج المسؤول، والمسؤولية بحسبه تضع المدنيين وحياتهم وغذائهم على رأس الأولويات. من هذا المنطلق يعتزم التحالف العربي الإبقاء على الطريق من الحديدة إلى صنعاء مفتوحا لاستخدامه ممرا آمنا لإجلاء الميليشيات الحوثية، كما يحرص على ضمان وصول المساعدات الإنسانية سريعا ودون عوائق إلى مستحقها عبر ميناء الحديدة الاستراتيجي. سيد محمد أمين، يعني في ظل استخدام الميليشيات الحوثية المدنيين دروع بشرية واستمرار انتهاكات ضد المدنيين في الحديدة، القوات المشتركة التحالف لديه مبادئ وقواعد اشتباك تراعي وجود المدنيين لعدم الحاق ضرر بهم، ضعنا في ملامح هذه المبادئ التي يتم مراعاتها في المعركة. على العموم تأكيدا على التقرير الذي أدلتموه، وفقا للاتصالات الشخصية التي تدور بيننا وبين مجموعة من الحريصين على المجتمع المدني في تهامة،
يؤكدون بصورة بالغة أن هذه العصابة لا تراعي في هذه الأمة إلا ولا ذمة. ما حدث أولا في منظر حتى يعلم المجتمع. نحن معلوماتنا الأكيدة والدقيقة أن كان هناك قصف مدفعي من الحوثة على هذه المنطقة، الغرض منه استجداء العالم إنسانيا وخلط الأوراق. الآن ما يقومون به في مدينة الحديدة، كونها مدينة مكتظة بالسكان وفيها مجتمع تهامي مسالم يعيش المدنية في أعلى مستوياتها، يتجاوزون كل القوانين الدولية وكل قواعد الحرب واشتباكات الحرب، حتى يحاولوا أن يستنزفوا المجتمع وتحويل الجرائم التي هم السبب في وجودها إلى حالة إنسانية يتاجرون بها في المجتمع الدولي. ولكن هيات نحن نقول أن المجتمع التهامي يدرك خطورة هذه العصابة الانقلابية، وبالتالي لابد من أن يكون هناك أدوار حقيقية لمحاولة تحريك هذا المجتمع، لأنه هو القنبلة الموقوتة التي قد تفجر الحوثة في أي لحظة إذا تم التعاطي مع هذا العامل تعاطي رفيع المستوى. وأنا أظن أن التحالف لن يغفل عن هذه الحالة. من المؤكد أن سيكون هناك دور لهذه القوى الكامنة، وبالتالي قد ينقلب موضوع الدروع البشرية إلى قنبلة موقوتة تتفجر في الحوثة في أي لحظة. نعم سيد قبيبان، سؤال الأخير إليك، يعني دول كإيران قطر دعم سياسي حتى إعلامي يشاهده الجميع لهذه الميليشيات التي ترتكب جرائم بحق المدنيين هنا في اليمن وبحق استقرار اليمن، هذا التحرك العسكري الحديدة كمدينة رئيسية ومنائها الاستراتيجي إلى أي درجة يقطع الطريق أمام هذا الدعم الغير مشروع ضد استقرار اليمن؟ وهذه حجر الزاوية في المعركة أستاذ فيصل. يعني إحنا لنا 3 سنوات ودائما وأبدا هنا على شاشتكم وعلى عدد من القنوات أتحدث عمليات الساحل أو العمليات الساحلية هي التي سوف تلعب دور كبير، وأربط سؤال حضرتك بكلام السيد قرقاش. يعني نحن الآن أمام تحدي كبير، ليس تحدي حوثي، الآن تحدي إقليمي، ودول للأسف كخليجية تدعم المشروع الحوثي وذكرها السيد قرقاش قبل شوي. لذلك هذه العمليات العسكرية هي على المحك، لابد أن تكون هذه العمليات العسكرية يعني عملية مميزة، عملية كما كانت عملية باب المندب، لأنه عملية باب المندب يعني أنا أذكر أني علقت على هذا الموضوع، كانت عملية عسكرية سريعة مميزة يعني في أقل الخسائر وفي أسرع الأوقات. فهي رسالة إلى العالم أجمع بأن قوات التحالف تعمل على حماية المدنيين، قوات التحالف تعمل على حفاظ أو تعمل على الحفاظ على البنية التحتية، كذلك تعمل على إعادة تأهيل المدينة وحفظ الأمن وإلى آخره. هذا ما سوف يصيب إيران وقطر وحزب الله والدول الداعمة لهذه الميليشيات في المنطقة بالحمى المالطية، خلينا نسميها حمى مالطية، وهذا ما يوجعهم، وهذا ما نريد أن نصل إليه بأننا قوات لم نأتي لليمن إلا لنعيد الشرعية ونعمل على استقرار المنطقة وعلى إعادة الأمن وعلى استقرار الإقليم والاقتصاد. هذا ما نود أن نقوم به قوات التحالف، وهي معركة جد مهمة وحاسمة. محمد قبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي ضيفي من الرياض، وشكر موصول لضيفنا من القاهرة أمين عام مجلس المقاومة التهامية محمد أمين عمر، شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذه النافذة الخاصة من هنا من محافظة الحديدة.